Kingfish. Yes. السلام عليكم استاذ سعد. بالنسبه للفيديو بتاعك هو الشكل العام ان هو الفيديو انت ضاغط جامد بالعده اللي معاك على السمكه، وشكلك انت بتسحب بشكل عنيف يعتبر بالعده اللي معاك، فاحنا عايزين نعرف ونبين للناس ليه انت عملت كده، ايه الملابسات اللي تخليك تضغط بالشكل ده على سمكه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا استاذ احمد. والله استاذ احمد بص، هو كل مكان وكل مكان صيد هو ليه ملابسات، زي ما بيقولوا القائد في الموضوع ده هو اللي بيكون ماسك الطارة زي ما بيقول. طبعا انا المكان ده فيه سمك احجام ما بين 10 كيلو فوق وتحت، يعني اوزان ما بين رينج كده، وراحت مني اسماك كتير جدا بسبب ان هو فيه بعض الصخور، السمكة بتاخد الخيط منك وتجري تروح يلمس البرد الصخر مباشرة بيقطع، فبالتالي ان انا لازم الجأ للطريقة التانية ان انا اضغط عليها، ما اداش فرصة ابدا، يعني فاكك الدراك سنة بسيطة جدا بس يعني انها، لكن مش مديها فرصة ان هي تسحب مني كتير. لكن قبل كده اديها فرصة تجري تلمس البريد الصخ يقطع، ومش انا بس يعني اكتر من شخص في نفس المكان، فبالتالي انا حاطط العده اللي هي انا عندي البين سبين فيشر 3500 حاططها على الاجلي ستيك الجي اكس 2 مع بريد الدايو 30 ال بي مع الفلو، ورابط طبعا الرابطه الصح، القصبه صح، العده صح، بقول مهما كانت مش هيحصل لها حاجه، لو هي فكت منها هتبقى مش من نصيبي، لكن غير كده مش هيحصل اي حاجه، لا قصبه هتتكسر لا مكنه هيحصل لها اي حاجه، لو ماسكه في الهوك صح خلاص السمكه نصيبه، وبالتالي ان انا النتيجه ان السمكه طلعت، واكتر من مره مطلع بنفس النتيجه. يجوز ان ممكن اي حد يشوف الفيديو من بعيد من نظرته البعيده يقول لك ده قارص على السمكه، ده ضاغط على العده، ولكن انا بيحكمني المكان، لو انا سبتها هتجري مني على الصخر ومباشره بتقطع.